السلام عليكم. سنتعلم اليوم درسا جديدا من دروس التربية الإسلامية للصف الثاني. نتعلم اليوم خلقا كريما من أخلاق الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تحدث عن أخلاق المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فقد علمني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكون صادقا، لأن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الآخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن أنا أحب الآخرين كي أنال محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من أخلاق المسلم الإحسان للوالدين. قد علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال: وبالوالدين إحسانا، أي أنا أحسن إلى الوالدين كي أنال رضا الوالدين. هيا نتعلم. انظر إلى الصورة التي أمامك، ماذا ترى؟ ترى ثلاثة أشخاص، اثنان يتحدثان دون الثالث، ولكن هذا صحيح؟ لا، ليس هذا بصحيح. فأنا أحترم شعور الآخرين، وأدخل السرور على الآخرين، وأحب الآخرين، ولا أتحدث سرا مع صديقي دون صديقي الثالث، لأن ذلك يحزنه، ولا أتسبب في كراهية الآخرين، ولا أتسبب في حزن أصحابي. هكذا تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، أي لا أتحدث مع صديقي دون الثالث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نتناجى، كما قال: إذا كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لأن ذلك يسبب له الحزن والكراهية، فأنا أبتعد عن هذا السلوك. ماذا أتعلم من الحديث الشريف؟ أحسنت، أتعلم إذا كنا ثلاثة لا يتحدث اثنان دون الآخر، أيضا لا نتسبب في حزن الآخرين، ويعلمنا مكارم الأخلاق، أيضا نتعلم نشر المحبة بين الناس. كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتحدث مع رجل، فجاء رجل يريد أن يكلمه سرا، ولكن ماذا فعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر؟ رفض حتى دعا رجلا رابعا يتحدث مع الآخر، ثم ناجى الرجل الذي طلبه، أي إذا كنا ثلاثة فلا نتحدث سويا دون الآخر حتى ندخل السرور عليه ولا نتسبب في حزن.